سنواته الثلاث الأخيرة تحولت إلى هدنة فرضتها الظروف. هدأ ولو قليلاً دوي الحروب وعواصف السياسة ومتاعب الصحافة. حظي هيكل بمتسع أكبر من الوقت للاستمتاع بالسيمفونيات الكلاسيكية القديمة. لم تكن الموسيقى وحدها تسكن الجانب الشخصي من حياة هيكل. هناك على الناحية الأخرى من النهر كانت توجد أشياؤه الكثيرة المحببة إلى قلبه. الموسيقى بالنسبة له كانت ومعرفش مين الغرض فيه حكاية الموسيقى الأجنبية، يعني الموسيقى الكلاسيك، فكان متبحر فيها جداً جداً، وبيحب السوناتز وبيحب البيانو أكتر حاجة والكمانجا. طبعاً أم كلثوم كانت صاحبتنا، وكانت ياما جت هنا في البيت هنا هوت، ومرة غنت، هي ما بتغنيش لما تبقى معزومة طبعاً، يعني في غداء أو في عشاء أو في حاجة أبداً، لكن مرة كان هي وعبد الوهاب هنا وغنت، وحاجة روعة يعني البيت تهز كده كله. محمد كان تملي يتكلم عن محمد رفعت، لأنه وهو صغير كان جده ياخده ويروحوا يصلوا سيدنا الحسين، فكان المقرئ محمد رفعت كان، وكان بيقول لي هداية لما تسمعيه بتسمعي أجراس السماء، يعني حقيقي بتتشدي لحاجة عظيمة.